أكلة الكباب الهندي المشهورة رح نعملها اليوم على شكل سندويشات. أول إشي لنحضر اللحمة، عندي هون فود بروسيسر أو مطحنة الطعام، رح أضيف فيها حبة بصل صغيرة قطعتها لجوانح، نص كوب من البقدونس أنا فرمته شوي حتى أسهل عمل المفرمة، ورح أطحن البصل والبقدونس ليصيروا ناعمين. صار عندي الخليط بهذا الشكل. هلأ لنحضر اللحمة، عندي وعاء كبير، عندي هون لحمة خروف مفرومة، استخدمت اليوم 300 جرام، نقدر كمان نستخدم العجل، رح أضيفها في الوعاء. رح أضيف خليط البقدونس والبصل اللي طحناهم، إضافة أخيرة اللي هي نص معلقة صغيرة ملح. هلأ لازم أعجنهم بإيدي حتى تصير عندي لحمة الكباب جاهزة. ما بفضل أضيف بهارات للحمة لأني رح أضيف بالصوص كمية بهار مناسبة. ببدأ أخذ قطعة بهالطريقة وأفردها بين راحة إيدي بشكل أصبع أو كباب بهالشكل. هيك بعد ما انتهيت من تكبيب كل كمية اللحمة، هون سخنت مقلاية كبيرة على النار، رح أضيف فيها بس معلقتين أو ثلاثة من الزيت النباتي. رح أبدأ أنزل هون قطع الكباب، ما رح أحركها إلا لتبدأ تاخد لون وتتحمر من الجهة اللي تحت، بعدين بقلبها على الجهة الثانية. احتاج تقريبا 3 دقائق. لما بدأت اللحمة تاخد لون من الوجه اللي تحت رح أبدأ أقلبها، نقلبها شوي شوي حتى ما نخربها، بدي إياها كلها تصير ذهبية من كل الجهات. هيك بعد ما تحمرت اللحمة من كل الجهات صارت عندي ذهبية، هلأ صارت جاهزة رح أرفعها عن النار. هلأ رح ننتقل بمقلاية واسعة على النار، رح أضيف 3 معالق كبيرة من زيت الزيتون. بقلي اللحمة ضفت زيت نباتي حتى ما ينحرق. أول إشي رح أضيفه حبة بصل واحدة كبيرة فرمتها جوانح. مع البصلة رح أضيف 2 توم مهروس، قرن فلفل أخضر حار مفروم وهو اختياري ممكن نستغنى عنه. هون رح نضيف حبة واحدة من الفلفل الأخضر الحلو مفروم لشرائح رفيعة. رح أقلب هاي الخضروات مع بعض مدة 3 لـ4 دقائق حتى تبدأ تدبل معي. بعد مرور 3 دقائق من التقليب لاحظوا معي كيف الخضروات بدأت تدبل. عندي 3 حبات كبيرة من البندورة قشرتها بعدين فرمتها لقطع صغيرة تقريبا، رح أضيفها بقلبها شوي. معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة من الكاري وهو البهار الهندي اللي رح يميز هالوصفة، وآخر إشي وهو اختياري أنا كتير بحب نكهته وبحب أضيفه مع وصفة الكباب الهندي هو الصويا صوص، استخدمت معلقة كبيرة، أكيد ممكن نستغنى عنه. هلأ بقلبهم مع بعض. ما بفضل أضيف صلصة البندورة على الوصفة، بدي أعتمد على البندورة حتى تتسبك وتعمل لي صلصة. هلأ رح أغطي الخضروات وأوطي النار وأتركها لمدة 3 دقائق حتى تتسبك شوي. رح أبدأ أضيف قطع اللحمة اللي حمرناها سوا، بغطسها شوي جوا الصلصة. هون رح أرجع أغطي القلاية وأتركها كمان مرة مدة 3 دقائق على نار هادية حتى تتشرب اللحمة كل نكهات الصوص. وهون بعد ما تركتها تتسبك للمرة الثانية، شوفوا كيف كرات اللحمة تسبكت مع الصوص وتشربت. هلأ رح أستخدم خبز السمون أو خبز الحمام مثل ما إحنا نسميه ببلادنا، أي خبز قطني بنقدر نستخدمه عشان نعمل فيه السندويشات. ممكن كمان نستخدم الفرنسي أو الكعك، أي نوع بتحبوه. ممكن نفتح الخبزة من الجنب بشكل عادي مثل ما بنتعود نعملها، أو ممكن نعملها الطريقة اللطيفة لنحشي فيها الخبزة. رح أعمل شكل مستطيل في الخبزة من فوق بدون ما أوصل السكين لتحت، مجرد بقسم مستطيل بهالشكل. أنا قطعت شكل المستطيل بالخبز. هلأ ما رح أتخلص من هاي القطعة، بس بدي أضغطها لتحت تنزل شوي لتحت، هيك فرغت كل قطع الخبز بنفس الطريقة. رح أبدأ أحشي القطع بهالشكل، بحط بفرد كمية من الصوص، هيك بتصير عندي السندويشة جاهزة. رح أتابع أحشي كل السندويشات الباقية بنفس الطريقة. هيك بعد ما حشيت السندويشات رح أزينها برشة خفيفة من البقدونس، طبعا اختياري، ممكن كمان نستخدم الكزبرة. وهون عنا خيارين، أما منحط على الوجه رشة جبنة ومنحطها بالفرن شوية لتدوب. شوفوا ما أحلى شكل السندويشة، مليانة بالحشوة، الخبزة بتكون طرية وما خسرنا ولا إشي من لبها، وصارت جاهزة للتقديم. صحتين وألف هنا.